القضية الجنوبية قضية عادلة ولا خلاف بين المكونات السياسية فيما يخص عدالة هذه القضية، لكن من يحق له التحدث باسم المحافظة الجنوبية هذا أمر آخر. هناك أكثر من طرف سياسي وأكثر من طرح سياسي لحل القضية الجنوبية، وبالتالي هناك تعدد فيما يخص المشاريع السياسية. هناك وحدويون، هناك انفصاليون، هناك فيدراليون، وهناك أيضا مؤيدي الأقاليم. بالتالي لدينا حتى هذه اللحظة أكثر من مشروع سياسي، أكثر من طرح سياسي، أكثر من تأييد شعبي لكل طرف من الأطراف السياسية. نعم. إذن لا يحق لأي طرف من الأطراف أن يتحدث منفردا باسم الجنوب إلا متى ما تم إجراء استفتاء شعبي حول المكون ذاته أو حول المطالب السياسية التي يطرحها. نحن حتى اللحظة جميعا في إطار الجمهورية اليمنية اندلعت حرب في 2014 انقلاب ضد الدولة في صنعاء، فقدت الدولة، تدخل التحالف العربي وقال حتى اللحظة أنه تدخل في إطار استعادة الدولة. إذن القضية الأساسية هي استعادة الدولة اليمنية التي أعلنت في 22 مايو والحفاظ عليها، ومن ثم بعد استعادة الدولة يفترض أن تطرح كافة المشاريع. أي خيانة للتوجه السياسي والشعبي والعسكري لمحاربة العودين للأسف الشديد يعتبر أساسا هو إسقاط آخر للدولة التي أسقطها الحوثيين. إذا أسقطت الدولة في المحافظات المحررة فبالتالي أي حديث أن الحوثيين أسقطوا دولة أو أخانوا الجمهورية حديث عبثي، سواء كان من التحالف أو من الأطراف الشرعية المؤيدة أو مشكلة للتحالف. لدينا قضية جوهرية، وأساسا أي صراعات سياسية خارجة عن هذا الإطار للأسف الشديد الطرف الحوثي هو المستفيد منها. طيب إذا كان الأمر بهذا الوضوح سيد بالأزرق، يعني كيف نقرأ السعي لتوزيع الأوهام من قبل الانتقالي لأنصاره أنه خلاص المرحلة هي مرحلة فقط بقي الوقت القليل لإعلان دولة جنوبية؟ هي الأمانة هي ليست توزيع أوهام، لكن للأسف الشديد هو مخطط سياسي وعسكري ينفذ منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب. نعم. والناس تحدثت أكثر من مرة أن هناك خروج عن الأهداف المطروحة لدى التحالف العربي في حرب ضد اليمن. هذه المعركة في بدايتها كانت ضد الحوثيين وحققت الكثير من إنجازات، لكن للأسف الشديد المعركة تحولت إلى سقطرة، تحولت إلى عدن، تحولت إلى مناطق متعددة في المحافظات المحررة التي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم. عامة كل هذه الاختراقات، هذه الإرصاصات، هذه الانقسامات المستفيد الوحيد منها على أرض الواقع هو الحوثي، لأن الحوثي أولا وأخيرا سيسعى لتوسيع نفوذه للاستفادة من حالة الصراع هذه. وأنا أخشى أن تتكرر التجربة السورية حينما ذهب العرب لمحاربة النظام السوري في سوريا، ومن ثم تهاوشوا فيما بينهم واختلفوا ودعموا أكثر من مشروع ليقوم لاحقا الأسد بالانتصار على الجميع. أخشى أن تتكرر التجربة السورية في اليمن، وأن في لحظة من اللحظات الحوثي يمدد رجليه ولا يبالي على جميع الأطراف. هناك مشكلة داخلية فيما يخص المعسكر الشرعية، هناك أيضا مشكلة داخلية فيما يخص طرفي التحالف في اليمن. ونحن قلنا أكثر من مرة أن جزء من الصراع أساسا هو ليس صراع بين الأطراف المحلية بقدر ما هو صراع أساسي بين الأطراف الدولية المشكلة للتحالف، حتى وإن أنكرت وقالت أن الأمور طيبة وطبيعية. لكن حالة التباين، حالة الصراع، حالة التعدد، كل طرف يدعم طرف، صارت واضحة، وأبسط محلل سياسي أو أبسط متابع يفهم أن هذا الصراع للأسف الشديد صار واضح المعالم وصار مضر لنا قبل أن يكون مضر لهم. التجربة التي يخوضها التحالف يخوضها أطراف الشرعية اليوم مهددة بالانهيار، وفعليا نحن على حافة الهاوية، وإذا انهارت هذه التجربة للأسف الشديد سنكون أمام مشهد سياسي وأمني وعسكري واقتصادي معقد. اليوم الدولار يتجاوز حاجز 1320، ويبدو أن الحكومة لن تكون قادرة خلال الفترة القادمة على صرف المرتبات. كل هذه الملامح هي ملامح مرحلة شديدة السواد نحن نساق إليها جميعا، وللأسف الشديد المحافظات الجنوبية باعتبارها الجزء الأكبر من المحافظات المحررة ستكون هي المتضرر الأكبر مما يحدث. الحديث الشعبوي، نعم، الحديث، نعم، السياسي، حديث الأحلام لن يكون ذو قيمة وذو جدوى في حالة الانهيار.